السلام عليكم، ورجعنا لكم بحلقة جديدة من GTA V. يوم الأمس 6 أكتوبر أعلنت روكستار عن DLC جديد خادم للعبة GTA V، وأول شيء بنشوفه هو نوع السباقات الجديدة Transform Races، وهو سباق يعتمد على أكثر من مركبة، يعني بيكون عندك الإمكانية أنك تبدل بين المركبات البرية والجوية والبحرية كلهم في نفس السباق. والآن عندنا نوع سباق جديد، فكمان عندنا طرق جديدة لهذا النوع من السباقات. الطرق تمتد من الأرض للبحر للجو، وكل ما توصل لنهاية الطريق بتبدل نوع المركبة اللي معك عشان تكمل الطريق اللي بعده. وما حددت روكستار موعد إطلاق التحديث، لكن توقعات إنه بيكون خلال هذا الشهر. الDLC ما راح يكون متوقف على Transform Races، فكمان عندنا Adversary Mode جديد ما عندنا كثير معلومات عنه، لكن روكستار أعلنت إنه بيكون Survival، يعني لازم تحاول تعيش أو تنجو لأكثر وقت ممكن في اللعبة بدون ما حد يشوفك أو يقتلك. وإذا كان عندك هنجر في مطار لوس سانتوس أو المطار العسكري، فحاول تفضي شوية مساحة لأن في طيارة حربية على الطريق وبيكون اسمها هانتر أو الصياد. أيضا أعلنت إنه بيكون في مركبات جديدة وبيتم إصدارها في أيام وأسابيع قليلة، من أهمها السيارة الرياضية كويل سايكلون والفيجيلانتي اللي هي نسخة من سيارة باتمان. وأخيرا أعلنت إنه بيكون في أكثر من تحديث وأكثر من إضافة هذه السنة، بيكون في مركبات حربية وسيارات رياضية جديدة بالكامل، هذا غير الأملاك الجديدة اللي بيمديك تشتريها من موقع ميز بانك. وبكذا أكون وصلت لنهاية المقطع، يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسانا من اللايك والاشتراك، وأشوفكم حلقة جديدة بإذن الله.